السلام عليكم مرحبا بكم خاوتنا، وين رانا؟ بيني مدينة ريستورون اصيل. بصح شكون خاوتنا المغاربة؟ خوتنا حنان وخونا عبد الكريم. شوف الله يبارك الطاجين ما شاء الله، دخلنا في سبتمبر دوك هذيك الطاجين. عمي عبد الكريم، نعم خويا. الشيف تاعك يدين هي اسمها حنان، والماكلة الحنونة طبعا. اعطيني كلمة حنان، كلمة الطاجين والغاشي اللي تجي ياكلها. مرحبا خوتنا المغاربة، خوتنا الجزائريين، خوتنا المغاربة، خوتنا تونسا، خوتنا مصريين، المهم العرب كاملين والعالم كامل مرحبا به. حدنا الطاجين، عندنا ماكلة كاملة ماشي غير الطاجين، الطاجين المغربي، الطاجين معجاج، الطاجين مزيان، المهم عندنا ماكلة كاملة، ماكلة اسبانيولية حسب عالمي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قالت لكم خوتنا حنان تما روحوا لهنايا، هاكو عندكم كلش، طاجين لحم، طاجين دجاج، طاجين زيتون، طاجين كما قلت لك سبانيول، تاكلوا كلش حلال. هذه فاش حاجه مليحه تما المسلم توجو الحاله، والجامع راه هنا من الله طبعا، راه هنا باك من الله الجامع، تما الانسان يحس روحه في بلاده، يحس روحه في المغرب ولا في تونس ولا في مصر ولا في الجزائر، يحس روحه في الجامع. عمي عبد الكريم، نعم خويا، انت اللي حاكم الصاله داخل خارج داخل خارج، اعطيني كلمه على التوريست تاعك. التوريست نتاعنا يعني تونس، توريست من المغرب العربي، المغرب الكبير، من الشعب الجزائري الشقيق، والشعب المغربي يعني احنا من المغرب، والشعب التونسي والعرب كاملين كيجيو لعندنا الحمد لله، والحق الاغلبيه من المغرب الكبير. نحن اخوه ودائما سنبقى اخوه، لا في الاكل ولا في المعشر ولا في المجلس، نحن اخوه والى الابد اخوه. ما يجمعنا اكبر بكثير مما يفرقنا. سمعتوش قالك مع عبد الكريم؟ حنا الحمد لله على كما قالك على نعمه الاسلام، نعمه الاسلام كما جمعنا كامل، ما عندناش هذاك شنو نقولوا مروكي تونسي شاوي قبايلي، منا حنا المسلمين اليد في اليد، وهذا هو الحاجه اللي شابه كامل. انا واش نقول لكم، بيني مدينه من اسبانيول، هذه من مالاغا. ما شاء الله خاوتنا كملوا تبعونا. كلمه الاخيره عمي عبد الكريم، مرحبا بكم في بين المدينه كوستا، شارع افينيدا انطونيو ماتشادو نيميرو 25، مرحبا بكم، لوكال دوسي، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بالاخوه. حنان انت يا الشيف، كلمه الاخيره. مرحبا بالجميع، جاي عندي كل الماكله ديالي. ما شاء الله، وحاجه نقيه، حاجه كما نقول لك ليجين، ما شاء الله. نرحبوا بالاخ شاكر. الله يستركم. شكرا لجلالنا. داروا لي هكذا، والله غير داروا لي هكذا، والله غير ما شاء الله، تهلاو تهلاو تهلاو. انا واش نقول لكم؟ كلمة الأخيرة 1 2 3 فيفا بلجيري. قالوها كامل خاوتنا المغاربة. رياض محرز، حكيم زياش. هايلك هايلك، المغرب والجزائر على كامل خاوة خاوة. سالم سالم.